من أهم الخدمات التي تقدمها العتبة العباسية المقدسة في زيارة الأربعين تلك التي يقدمها قسم الشؤون الخدمية فيها، إذ تعمل ملاكاته على مدار اليوم لتنفيذ الخطة الخدمية التي تقدم الزائرين الوافدين لأداء الزيارة، والتي تبدأ بتنفيذها مع بداية شهر صفر الخير، وتسير الخطة في ضوء برنامج عمل مدروس يتناسب مع طبيعة المكان ليظهر بالصورة التي تليق به، بوصفه بقعة ضوء طاهرة تتوزع إشعاعاتها بين قلوب المحبين. قسم الخدمية يتكون من 6 شعب، ومنهن اللي خدمية 5 شعب مهمات، اللي هي شعبة الأمانات والكشاوين والنظافة، وشعبة الآليات والسقاية، وشعبة الصحيات. وكل شعبة من هاي الشعب يعني تعرف مهامها وأعمالها، وتنجز هاي الأعمال والمهام بفضل الله سبحانه وتعالى وأهل البيت بصورة اللي تليق بالعتبات المقدسة واللي يستحقها الزائر الكريم. مجموعة من الأعمال يقدمها القسم طيلة أيام السنة، ويكثف جهوده في الزيارات المليونية من خلال تنظيف المنطقة المحيطة بالصحن الشريف وغسل المجاميع الصحية وترتيبها، وتهيئة الكيشوانيات والأمانات لحفظ متعلقات الزائرين وممتلكاتهم، إلى جانب توفير أماكن لحفظ الحقائب وتجهيز المواكب بالمياه ومادة الثلج. باشرت شعبة النظافة قسم الشؤون الخدمية العتبة العباسية المقدسة بتنفيذ خطة زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام من يوم 1/0، حيث انتشرت كوادرنا بشكل مضاعف على الشوارع المطلة على الحرم الشريف والمحيطة بالحائر الشريف، وهيئنا عمل استثنائي هذا العام، كون لدينا مواكب، عدد كبير من مواكب الخدمية التابعة إلى أهالي كربلاء في منطقة شارع العباس عليه السلام. المواكب المحيطة بالعتبة كانت محيطة بالعتبة في هذا العام، خرجت إلى شارع العباس بعد التوسعة المباركة للعتبة العباسية المقدسة. تم التهيئة من قبل شعبة الأمانات لاستقبال الزائرين الكرام وفتح مراكز استلام الحقائب. تم تجهيزه بأكثر من 5000 رقم لتخفيف العبء عن الزائرين، وموقع ثاني موقع الساقي، وتم فتح إضافة إلى ذلك مواقع لتوزيع العباءة النسائية على طول طريق شارع ميثم التمار، مواقع 7 مواقع، أضافة إلى المواقع القديمة الموجودة داخل الحائر الشريف لاستلام الحقائب، ومواقع تسليم العربات المعاقين للإخوان الصاحبين الاحتياجات الخاصة. على الرغم من الحشود المليونية التي تقبل على مدينة كربلاء المقدسة في زيارة الأربعين، فإن أعمال قسم الشؤون الخدمية لا تتوقف، ولا يؤثر أداء نشاطاته على انسيابية حركة الزائرين. إن هذه الخدمات والجهود المبذولة من لدى ملاكات القسم ما هي إلا غيظ من فيض من تلك الخدمات التي تعمل العتبة العباسية المقدسة على تقديمها للوافدين صوب قبلة الأحرار لإحياء هذه المناسبة العظيمة.